اخواننا لابد ان نتغير. تغير من حالك. كم ضاع من الاوقات؟ كم ضاع من الاعمار؟ خلقت حتى تكون عابد. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. ما استفاد شيء من هذه الدنيا. الله سبحانه وتعالى انعم علينا بنعم كثيره لا تعد ولا تحصى. يسر الله لنا اسباب الطاعه الان لابد نغتنمها. فاخواننا يعني صدق لابد ان نتقدم في العلم. لابد ان نعمل، لابد ان نعلم. والله محمد بن ابراهيم رحمه الله عندما كان يدرس الطلاب ان هؤلاء سيكون يوم من الايام هم مشايخ. تعب على هؤلاء الطلاب ارتاح من بعدهم. اليوم اذا لم نتعب نحن تعب الاولاد من بعدنا ما تجد احد يعلمهم صح؟ اي صحيح. وكما تكونوا ولا عليكم. فيد واحد نجتمع مع مشايخنا مع الطلاب الذين يعني يعقدون الدورات توزيع الكتب. كل واحد منا داعي إلى الله شام أبا، وكل واحد منا سد ثغرة. فهذا الأخ يقول أنا مسؤول عن الكتب، وقال هذا مسؤول عن تنظيم الدورات، وقال أنا مسؤول عن تعليم الناس، أنا مسؤول عن التسميع للطلاب، أنا مسؤول عن تحضير الطلاب. كل واحد يسد ثغرة منه.